السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنساوش ديروا اعجاب بالفيديو وتشتركوا في القناه باش تشجعونا باش نستمروا في المزيد ان شاء الله. وما تنساوش تفعلوا جرس باش يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اعزائي الكرام في حصه جديده. اليوم غنشوفوا لا فيوتين او كاين اللي تيقولها فيونتين. هو واحد لاغريديون اللي هو ضروري بالنسبه للديسير ديالنا، بالنسبه للموس مع لي كلاص كنخدموه في لي كاتو بريستيج في لي طارت. دونك هو داك المكون اللي تيعطينا داك القرمشه للحلويات ديالنا، وتيتباع عند اصحاب الحلويات حوالي 40 درهم للربع. دونك حنا غنحاولوا نوجدوه تحرينا بحوالي 7 درهم ويكون تحضير ديال المنزل. لي زانغريديون نشوفوا المقادير: 50 غرام ديال الزبده، 40 غرام ديال السكر، 80 غرام ديال لافارين، وجوج بيض البيض. وغندير واحد المونكي، انا اختاريت الفانيلا، ممكن تختاروا اي مونكي. تكنيك دو بريباراسيون، شوفوا طريقه التحضير. اول حاجه كنخدموا الزبده اون بوماد، يعني غادي نديروها على واحد الباماري، على ما يسخن داك الباماري نخدموها بوماد تترجع على هذا الشكل. هذا ثاني حاجه، كنزيدوا داك السكر على داك لو برون بوماد وكنضربوا مزيان كما تلاحظ. من بعد كنزيدوا لافارين وكنخلطوا الخليط، وهنا راه كنكونوا درنا المونكي. وفي الاخر كنزيدو البيض ديال البيض وكنضربو بقوه حتى كيتجانس لنا الخليط. حتى كيرجع القوام على هذا الشكل هذا كما تطلعت. كنقبط واحد لاطه نديوها للفران، كنديرو لها بابي كويسون الورق ديال الطهي، وكنحاولوا نايطاليوها نرقوها كاع، يعني تكون رقيقه بزاف. كندخلوها الفران ما بين 5 حتى 10 دقائق 180 درجه. بعد ما كطيب كتجي على هذا الشكل. هذا وكنحاولوا نحيدوها من الورق الطاي وكنهرسوها لقطعات صغار. وبهذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. نتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس. ما تنساوش تبارطاجوا القناة مع الأهل ديالكم، الأصدقاء ديالكم، الأحباب ديالكم لتعم الفائدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.